انتم جهال وعيب الواحد يقعدكم بديوانه. انتم كل واحد بيكم خانس عنده مريته وناس عنده سلف يريد منه يوقفنا ويحميه. ابن التصوب ومرحب بيكم قال الروحه وكلفها وقال منه الصوب عيد العجاج وعيد لو غير من اولادنا ما مش فرق كلهم اولاد الدسيم من تنجاس تنجاس الدسيم كلها. كل ساعة أقولا هالساعة أخوتي وهلي وربعي يتناخون ويكضون الطقة ويجيبوا لي أبشتف. لكن ألف يا حلف ولا واحد بيكم تحركت شعرة من شواربة. يا حلف على شواربكم. أنا خايبين يلحقون ابني للمستشفى وبنص المتصرفية ويردون يكتلونه مرت الأخرى أنا والدار يحرقون المنفر ويخلون طعام رماد. ليش تعرفون ليش؟ عبن عرفوا بيكم غمان وما بيكم حظ. محافظ اعذرني انا عن روحي. اسكت ديوان شنقال ما تحكي بي الا زلام ما يعرف الخوف طريش لقلوبه. وانتم قلوبكم قلوب دجاج. يا حيف يا حيف. يا ابويا ولكم والله حيره بالله هسه اذا رد شنشون من البيت او شافنا من غير خيوط او كاد واجب بباب النقطه شقله نمت او طارن خيوط مني كشن بالغسيل رفعوني نجمه وليها سماع مسكريه. يا ابويا لا وقبل كان يقول لي حضره الحريف الوالد جهز شي يقول لي والد الشرطي. يا ابويا والله حيره هو شرطي وانا شرطي لا انه بغدر مني ويجوز اخذ له تحيه. لا 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 انا الباشر ما اطول يجوز يلقوني عض لساني. يا ابويا اقدم لك عريف شل. ها عريفي شخيوطك وين؟ لا هيك غسلتهن تعرف انا من سنين يعني ما غاسلهن بحكم مسؤولياتي وانتهازياتي فقلت لا بد اغسلهن. على كل اخي هذا اللي وياك ياهو هذا استاذ سهيل مدير الناحيه. سيدي اقدم لك نفسي عريف شلتاقد غافل بدعبر. سيدي عريف نقطة شرطة الدسيم. سيدي لقد جاءنا مدير شرطة وقام بتسييغي الى ثلاثة رتب دون حيف او ضيم وانني بهذه المناسبة العزيزة على غلوب شعوب الدسيم المظلومة اتقدم لكم واننا سوف نكون الى جانبكم خدمة لشعوب الدسيم الكادحة. اخي فهمني يا جماعة شوفوا شلون طالع من حلقة شوفوا شلون يقول لي أخي شهادة مدير ومديرنا مدير. أخي أنا مو مدير أنا معلم وجاي من بغداد على صديقي عليا وعشنقر. شنو هي؟ هي هذا استاذ سهيل ابو المظاهرات شا تعلمني بيه عندك. خايف انا من زمان اريد الغي القبض عليك واليوم وجيت للموت برجليك. يلا ابو لك اخي على كيفك. يلا على كيفك اخي دكلها. يلا ابو لك امش اخي دش اجيت للموت برجليك امش على كيفك يا اخي ولك صم حلقك واسكت اخي على كيفك ما تدوش القضيه. ما تقول لي وين ومن انت شلون ولك. لا تقول ولك انا اقدم منك ولك كلك خلق شرط انت. انا كان تشني ولك انا احسن منك. انا احسن منك انا اطول منك. اخوان لحظه اخي اخي بالله رجاء لا تدخل بيناتنا. شوفوا اشوفوا سيدي هذا هو ابو الطليب كل المشاكل من جوا راسه. الغيت القبض عليه بعد مطاردات ومناوشات وجبت عليك. وهذا هديرس؟ لا هذا سهيل ابو المظاهرات. يا مظاهرات اخي افهموني قولوا له انا عليه جاي. انت عليه جاي؟ انا جاي على عليه وعلى شنقال. الزم طلب شا عليه وما عارفه كلها مجرمين. ها استاذ سهيل جابك يا معود عليه والحق لي. لحظه اخي تعال تفضل جوا تفضل ارجع يا ولد الواجبك.
يعني انت معلم منقول لهنا؟ لا مو للدسيم، انا منقول القضاء الحي. بس صديق عليه ومن اهل الدسيم واجيت ازوره. بس صديقك متهم بقضيه محاوله قتل ابن الشيخ عجاج وحرق مخازن حبوبه. مستحيل، الشيخ عجاج قرايب العليوي، بعدين انا شخصيه الملتقي به ببغداد، فشلون اتهم هذا الاتهام الخطير؟ الشيخ عجاج اللي هسه متهمه، لكن من تحقيقاتنا ويا عليوي اتضح الى يد بكل الجرائم اللي حصلت بالدسيم. معقوله؟ نعم، ومن واجبي انصحك وانبهك ان تنسى صديقك وترجع للحي وتخلص نفسك من الشبهه. مستحيل، لو اعرف اتوقف وياه. انت شنو؟ شو ولا عبالك داخل نقطه الشرطه؟ مو دا اقول لك احترم نفسك واطلع من الشغله. ارجوك، انا محترم نفسي كل الزين واعرف حدودي، بس انت دا تطلب مني المستحيل، تطلب مني اعوض صديقي. خوش لعب، تعال غمر. نعم سيدي. اخذ الاستاذ يابا، خليه يلتقي بصديقه، امشي وقفه. بس هذا تصرف مو صحيح. يعني شلون صار تصرف؟ اخذه. تفضل تفضل. اخذه. خش والله متعفرت ولا عبك بدي نصحى. دخلي في ايدك صديقك. يا هلا. وكذي كيفك؟ اخويا شلونك؟ شلونك ابو نجيب؟ مشتاق لك. هلك شلون ابو؟ الحمد لله والشكر. شو القضيه؟ عم سلمى جاي يزورنا ويروح. اظن زيارته راح تطول. ايه عليوي الظاهر هيك. حتى جنطتي خذوها عندهم وبقوا يفتشون بيها. ليش شانتا شو مسوي؟ هسه هذا الموضوع عيفه، هي قابل جديده علي. ذاك منو؟ يلا يلا قوموا وكم. اهلا شمالك؟ هاي بسالفه ما تسولف. شني خمست قلبنا تحكي؟ ولك اظن راح يصير يوم انقلاب يوم ثوره. لا بروح ابوك. بروح ابوك انت، انا ابوي عدل. وشنو فرق الانقلاب عن الثوره؟ يقول لك الانقلاب يقلبون البلد فوق حدر. والثوره؟ اظن بالعكس. يا حد قالك؟ يقول لك شاغير استاذ سهيل ناغه تنظيمه هنا بالدسير، واظن شراره راح تقب منه ويغود الانقلاب هو وعليوي ويسقطون الدسيم ثم الكوت ثم بغداد ثم الحكومه. ثم الزعيم ما يدري؟ خايبه متعين هو هذا، ايش ما ادري؟ هذا قاضيها يفتري الليل والنهار ببغداد، وقاضيها يم ابو 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 الشاي يوم يشتري له قواري واستكانات، يوم حاسب له خباز كم زغر العجينه، وما يدري باللي حفروا له. شو هسه ساسيل وين؟ خايب استاذ سهيل تقول كان هم منتظرينه، بس شاف شلتاق كظه ودخله بالنقطه، وانا جيتكم شارد. يلا قوموا وتنقبوا بش ما غاتكم. ها وما اريد احد يعرف احنا حاكين استاذ سهيل. يلا اقول لك انا ما عندي شماغه سو هيك. ها شي نعود حتى ما حد يعرفني. والله فهم. دقوا قوموا 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 يلا. اليوم ترى هاي القصه ما يشيلها العقل، والقصه الجديده بعد اغرب. يا قصة هديرس. هديرس منو؟ ها سمعت المعاون يقول عليه هديرس. على كل انا شيلها كلها بعدين، هسه انت قلت لي اجابه مش وصلت. والله يا علي اخاف اقول لك هربت من المواجهه تستصغرني. يا اخوي انت كبير وظلت كبير بنظري. والله كبير. الو انت خاف هارب من اليمين. وش تدري بيه؟ انا خاف من الامي تشاشنهن. ابويا ايش مالك؟ ابويا اللي يزوجني لوحده من بنات عمي، وانا ما حاسبهن غير خواتي. اكلنا سوا، عشنا سوا، ربينا ولعبنا سوا، فماذا اتصور في يوم واحده من الادهن ممكن يصير زوجتي؟ انا هم بتخالي هم ربينا سوا ولعبنا سوا واكلنا سوا وحبيتها من الصغر. او قلت لو هي لو مالي، وربك سبحانه وتعالى رسم علي شانتم المثقفين ليش مو مثلنا. هسه على كل انت شنو اللي ببالك؟ قدمت نقل للكوت ونسبونا على مدرسه قبائل الحي. كل زين هذا الحي جديد. اقول شوف وقت الوقت تجي بالحكي، انت شنو شاهد ان ابوك؟ والله يا علياوي ابويا صعب، ولو واجه الدنيا كلها ابويا ما اقدر اواجه ولا اقول لا، فقلت خليه ابتعد بلكي في غض النظر عن الموضوع. شحاي هي وروح ابوي لو ما مخفينه من باكر الدسيم تطلع مظاهره. بلاك عمي شنو يعني المظاهرات؟ واد متهوس. ها مثل العراضه شو العراضات اللي جت فاتحه الجد الله يرحمه، هذول هيك يوسون يقولون انا وخالي روحين بدم، انا وخالي
شو ما وقفهم؟ مجدك رئيس وزراء عم الوادم بالمظاهرة تهوس ضد الحكومة. أنا أمك يا وحيد كان اليوم ما تطلع من البيت. إيه عدت يا ترى وروح أبوك إذا قبت المظاهرة الأمن ما يعرفون حتى أنتي كرفوك. بلاك أنت. أنا من جماعة الزعيم. أقول لك صخيم والصيم وين مشوا؟ مشوا البيت عليه ويخبرون عمته الصينية. خوش وهسه تجين التبك بك أو تعال يا عذيب تحمل طلايب عليوي هو أنا والوياي انهانين أو ترزلنا بديوان الشيخ عجاج. صدق ما قلت لي شراد منكم المحافوظ؟ طيح صبغنا شراد من يا عليش شلون ما تكضون تطقبني هابوي شاحنا شني شرطة أمن وشلون بالله أعوف الجمعية الفلاحية وروح أدور على الطق ابن الشيخ؟ بلاكت غيرت مجلامة؟ لا عم لا هاي السالفة ولت ويا العهد المباد. ولك شنو ولك؟ أنا شوية بنذرك يل ما عندك نذر؟ لا موش غضه كان خلي يكض لسانه وأنا بس يردون بغي الوجريو إلا السافي بيهم. شنو قلوا لي؟ شنو وقفوا خطار عليه وين؟ شاغر يسوي انقلاب. زهر الله اسكت لا تسمع وريدة وصينية ما تقول لي يا اسود اللي قال لك؟ ليل احكي علي لكن اذا ما تندمتوا عم سهيل هذا عيونه تجادح انا مش في جنطه خفت والله العالم تارسها كلها غنابل يما غنابل شو يسوي بهن؟ شابه يسوي انقلاب بالخرنوب هشك دهر طرك لا يسمع علي وروح ابوي يلعب بكم فلك شاغر كون يطلعون علي اوي لعلمك سالفته كانت هينه لكن مندش بها استاذ سهيل اقروا على طلعت السلام. أقلكم؟ ها انتم علي من طالعين؟ انا طالع على ابوي وانا طالع على خال الغيوي. خاله؟ ها خاله الله يطيح حظكم. مشيت ورا لحد الجراج او شفته ركب بسيارات الكوت. شاقول مشى للمستشفى اظن هيك يا عمي. ايه والله وسهلتها عليك شخيل لكن المستشفى تلقاه مطوق بالشرطة. انا ما توقفني شرطة يا نجيم. شن هي تريد تهد على المستشفى مرة الاخرى؟ كل شي بوقته حلو يا حلو. يلا يلا شلا هم ايدك يلا يلا اخوي يلا. أقول لك هو أبوي قال لك إيش؟ كان خالب كيف أنا؟ شاو المستشفى. بوي شاي مانعونا يلا مشينا ما ضل وقت. أقول لك وعبيد. خليت لزلمة يباري له. امش ما ضل عندنا وقت يلا سرعوا. يا الله. محفوظ خبرته. وش قال؟ قال عود يجي وراي. خوش تامرني بشي محفوظ؟ لا ويلا انا صدق انغثيت من حكي المحفوظ لكن بيني وبين روحي انا مغور عليه. تريد الصدق حقه احنا هم حقنا تاشون بالله نعوف مسؤولياتنا نعوف اشغالنا والله شني ندور على الطقبنا والتالي شلون يعني ما نام؟ عم احكي على كيف انت غير تصوب اللي ذا تسوي شنو خلي ننام؟ نام بويه نام. اي
وش قال لكم؟ هو شنو ايش قالنا؟ طاح لنا بديك الرزايل، يا حيف على الشوارب، انت مو الزلم، لا خل خاطر العرفتي، لا خل خاطر الشيباتي، لا خل خاطر الشخصيه الجديده ومسؤولياتي، خبطنا ومشي. وما حكيتوا؟ ويالي قدر فوق حلقه، بس الفاي حكى وسكته. الله من سكته يا سمويكي شنهي؟ ايه ماي بارد ونزل على صدري. يا ابوي ايش كثر فوخني؟ يعني شلون؟ بلاك تروح انام يم الهوايش؟ شلون يعني؟ انت بدي وانا ما حكيت، تجي هنا تحكي؟ قل لي هذا ابنك يظل مقابلنا العمر كله. شلون شلونه تبرى منه؟ انا موش تبريت من ولدي. بس الولد زينه اللي يسيرون اللي يفترون اللي يتخمون. شانت موش قلت لي لا تخليني ابنتي يطلع، ديري بالك عليه لا تكظ الشرطه. هو يا شرطه غير كله وزعماء الانقلاب عليه وارتشنقان والاستاذ سهيل هذا الجاي يثور الدسيه مع الزعيم. ها هلا وتاني شلون خابن شب وين عذايب النشمي؟ عد عيناك. وين عذايب ابو الغيره؟ امري. وين عذايب الهابه؟ قولي. جيتك يا شبر الشان. ايه؟ يا عذايب يا ابو الغيره نارك دفو للباردان وعزوبتك كبيره. هلا لا ها 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 عذايب خوش عذايب ها ها عذايب خوش عذايب يا هل يوصل لي عذايب خوش عذايب يا هل يوصل لي عذايب خوش يا هل يوصل لي عذايب ها اخوتي ها ها ابوي وخوش ابو ما مش ابد مثله مثله لو ذبلش ماخذ هيم القذله قذله ها اخوتي ها ها مجرب والله مجرب مجرب والله مجرب ما حل عقاله يمسد فيه مجرب والله مجرب ما حل عقاله يمسد فيه مجرب والله ما حل عقاله يمسد فيه مجرب والله وينه 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 عذايب البطل قولي خويا خويا وليد اختك وخطاره بالتوغيب وانت قاعد يما مايتك شنو؟ تا انت جاي على مود عليوي؟ اخوي اخوي البطل ابو الغيرة. هي مو سالفة غيرة ولا بطولة، لكن هذا ابن اختي دام مفشلني. شلون؟ نسكت عنه؟ اعذريني شوية هاي السالفة ما اقدر لها. اسكتوا! خلى هوس. قول! ابوي الماعجان بضيعة البسطال. ودالي ابن عمت عليه وبنت نقال ها اخوتها ها اخوتها ها اخوتها ها الخالي يقول لك والد ها الخالي يقول لك والد ليش الوالد ينسب للخالي 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 يقول لك والد يا اخي هذا صدق فد واحد انسان ما يستحي مدى يقولوا لك ثانا متنازلين عنه اي شنو هالملحه هاي يقول لك اسكت وخليه آه على شنو يمط واحد للعيبه ولازم يوفوا بي او حتى شلش راح للمجانه وهدده وما فات طيب اذا شلش يندل مكانه ليش بيخبر عنه ويخلي الشرطه هي تتصرف وياه شلش ما يرضى ليش ما يرضى؟ يقول ما يصير اغدر بي من حيث طس علي مرتين المج انا وما اغدر بي يقول شلون اغدر بي انا؟ عليوي هذا ما يسموه غدر بالعكس هذا وفاء للناس اللي ممكن يتاذون من وراه عليوي بقاء هذا المجرم الحر وتستر شلش علي معناته دا يؤذي العالم ومعناته شلش دا يشاركه بكل جرائم اللي ممكن تحدث في المستقبل الله يا اخويا ما يفيد بعد انا مليت أقول لك عشرين على اليوم ما حد يبدلني واجبك بعد ما خلص واجبك بعد ما خلص وانت شنو ابويا انا الاخدم وانا اللي اوزع الواجبات خبقم هو الاخدم وهو اللي يوزع الواجبات شاياه الاخدم مني مزعل هو الاخدم اهم داني والله حبيبي انت اخدم ايش بيك
لا هيش ماكو شيء سيد راسي يوجعني. شت تعلم شرطة والضمد على الضوابط والتعليمات من شلت أنا عرف النقطة. شرطة والضمد؟ نعم سيدي. وزعت الواجبات؟ نعم سيدي. وانت وين واجبك؟ سيد برا. لا شعدك هنا سيدي، جيت على مود أقل لله. امشي تحرك على واجبك. صار سيدي صار سيدي. يلا أو تعال تعال. نعم سيدي نعم سيدي. شرطة والضمد؟ نعم سيدي. أريد واحد بمكانه لأن أريد أنظف الغرفة. شنو هي؟ أنا نظف الغرفة. لعبني نظفها. شرطة والضمد؟ نعم سيدي. أنا رايح ديوان الشيخ عجاج، إذا احتاجتني عدت لي شرطي. صار سيدي. شلون بالله؟ مكتوب علي أغسل شراشف المعاونين، نعل تطلع على مزين كل من ما عنده شين. عم جوية وسمع عليها، ردت منها عالجت ما فات. وهي صدق مشت للنقطة. مشت للنقطة، الدور أخذت أولادي وياهم. هسه لما يوقفوهم وين أروح؟ وين أط وجهي؟ ويعني فيدني جوية؟ بلاكت والله صدق، خالتي جوية طلع السبع. اسكت انت لا تدخل. ليش سكتي؟ شو يحكي الصدق؟ على كيفك خاله ابني وسكته. شاش تردين يمشي وياهم للنقطه؟ شو انا مشيت للنقطه؟ شنو انا مش زلمه؟ لا يا ام زلمه وما تغصر. والله يا جده الصينيه انا لو ام ترضى هسه امشي للنقطه. هو انت شنو تمشي للنقطه غير يوقفونك؟ شو لو وقفوني؟ حالي حال عليوي وخطاره والمقروط شلش، شنو هو التوقيف ياكل وادم؟ هقلك يا عمه هذا وحيد طلع نشم ولا ادري بيهيك. لخلي يذوق التوقيف الا ما قضاها بواتي ونحيب وبلاكت. هسه قلولي اولادي يا اهلي يجيبهم، وهاي جوية درعمت بيهم للنقطة. وهي شنها مالها رداد؟ لا لا مو حيد، ردادها غيرتها وشجاعتها. عبن الزلم كلها تشوشت. ولج ايا زلم تشوشت. سكت انت. اقول لك عذيب تشاجوية شو تسوي وهي تشوفكم جاعدين وبنتكم مخطارة مع عبوس؟ عمي غير كله من ورا ابنته وطلايبه. كل ما شاف له مهبول ولفه وجاب لنا طلابه وورطنا وياه. شنو ذنبنا بالله اليوم الشيخ شبعنا مهانة ورزالة غير كله من ورا المحروس وليدته ومجايبه. مجايبه شنهي؟ جانتا مشرت موجود من الديرس دخل علينا وطيحك بالقاع. وين يا وب بغداد بعد ايش وقت لفه؟ يا عم عذيب تريد الصدق؟ اي بالله شنو الصدق؟ بلاكت انت كلش مغصر. اسمويته سكت ابنك لا وروح ويطق عقال انزل دماغه بحلقه. خالة على كيفش من نار وادي؟ ابو خلاص اتخيط ضلوعك ما تقول لي شو تريد. خالة انت دشي وانا انطرك هنا. تر هاولك خفت؟ انا خفت واسفة، لكن شني انا احترم القوانين. انا ما احترم القوانين. كان من هاي سجنوك ببغداد. خالة جوية انا ادش وياك. صلوات يا بعد بيتي يما من دول حلقك عيوني. ولك شوف يما انت صدق طالع على خالك إلا هذا طالع على بي المخفت. خاجوية أنا وياك الموت. وأنا شهنا طلي ما عندي إحساس. يلا عم مشونا علي من خايفين إذا هو عرف شلتاغ وشالوا منا ثلاث خيوط. أمشي ها وداشي يما فد واخدي لك عدكم ومسياجين هنا وجايين نريد نطلعة. شنهي؟ شنهي؟ قاعد أقول لك عدكم ومسياجين وحتى خطارة شال علي من بغداد هنربيتوا عدكم بالسجن، ولو سوون علينا فضل حتى المهبول هنمطونا. وروح أمه توقفنا. أنا يوميا معزي الدكان من ورا جوية وطلايبها. شام أشوف لك شارع قرابتك هاي قبل لا تفشلنا قدام الوادم. بالله راسقية اطلعي منها ولا تهيجيها. أنا لهيجها. شاش عدكم جايين البيتي؟ إحنا جايين البيت خالي. لو جايين الدكان اللي مقعدة بي خالي عود طردينا. حتى هاي عرفتوها؟ سكتتي سكتي يا وردة سكتي، خلي الزلم تحكي. أقل شن؟ شن السالفة شنك الساعة وذابت شن الحكاية؟ هي ظل الزلم من ورا عليه ويا عم. شو غسلنا غسل بديوان المحافظ وطلعنا. صدق عود
انا قوة صبرت وكضيت روحي. خب تسكت كذروحه هو، شو ردت تحكي ولصمك لصم؟ لصمني شني؟ ها؟ شنو لصمني عذيب؟ ها ابوي ارجوك لا تقول شنو السالفة؟ اقول لك عذيب؟ شو انت ما تعرف تحكي؟ انا ما اعرف احكي، خاب كان مو من وراك زعل وفض الديوان ومشى. لاذبها براسي عذيب لاذبها براسي. هو زعل علينا كنا وحكى علينا كنا، انا ردت ادافع عنكم ومنعتوني. اي خوش هاي هسه والنتيجه شنو هي؟ اخوي النتيجه انا اريد اولادي غير من ترمن. دمشي يا عم النقطه، رد بنت خالتك وولاد الزلمه. هسه عيالي يقول ما موقفينهم. اقول كان انت شلون تخلنها تروح للنقطه وما منعتنها؟ يا شغل شافت ما حد سأل عليهم وضاج خلقها، لو ما شيلهم واحد منكم كان عليش تمشي. اسمع عذيب وانت الغاوي، هسا تقومون وتمشون للنقطة وتجيبون جوية والولاد وروح جنقال، ان ما مشيتوا لروحن العجاج مفرعة واحشيل على كل شيء. خالة هيا شنية، ما عندكم غيرة؟ ما عندكم حياة؟ زلمة يلملم بالمهابي اللي داريه ويدور في وادات لاخرته، اجيتوا عليه وكفيتوه وحبستوه دبيتوه بالتوقيف دور عم البلد، حتى خطارة ما سلم منكم. اختي اعليه ومجرم حتى تثبت ادانته. شنو المجرم؟ شامحرم خايف مجرم ما تقلي شنو هي الاجرمة. اخ يا ابويا جوية وروح شنقار بس اطلع ابتدي بيك. اخويا عليوي على كيفك، ما عليك اسكت انت، اليوم احنا ما نطلع الا نطلعك منا. خالة جوية على كيفك، الشرطة في خدمة الشعب. هلو بسك ولكن هي جنبي تقعود يعرف يحكي، ولك يا شرطة يا شعب هذا الخدمة هاي الشرطة، ولك شو هاي الشرطة تكون بالوادي وذبها بالسوقي. اهليل بدير طلعوها من نافضحتنا من عن تطلع لوزينكم كما قال عرش تاري. اعليوي اعليوي نطلعك نطلعك لو اعرف اقنشر النقطة. عندك 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 بدير ابن عذية بيهدد بتبشير النقطة بمن فيها اليوم، يا البان يا البترة ما تطلع منه. اسكت ولك لا وروح ابويا كفنك وعفنك من لوسك. هاي منو؟ يا جوية ضع الشيبي. يلا وكب يلا وكب كلكم طلعوا منا، هنا ابنكم بالتوقيف. ما نطلع منا اليوم، ما نطلع الا نطلع نتاجينا. عم المعاون ما هو موجود، خلي يجي المعاون وتعالوا ولكم شنو هالطرابة هاي. جناب الشيخ اعتقد هذه اجراءات من حق الشرطة ان تقوم بها. صحيح لما انا اتهم هذول الاشخاص لكنوا قدامك قلت له للسيد المدير انا ما اتهم احد، واحنا هم اطلقنا سراح المضمد والاثنين الباقين وتحفظنا على عليوي وهذا المجنون اللي اسمه شلش. وياهل قال لك انا اقبل السجنون ابن عمي. ابن عمك؟ بلي جناب المعاون، انت من حققت وياه ما سألت عن اسمه. نعم هو قال اسمه عليوي فليح آل شنقال. واني صورته من العشيرة. لا يا جناب المعاون، عليوي ابن عمي خليصي واخوي، وما ظن يكون السبب بأذيتي. شيخ عجاج طبعا اني كلش اعتذر منك وارجو ان تعذر جهلي بوضعكم بالقرية، وان شاء الله بس ارجع للنقطة راح اطلق صراحة. بس شيخ عجاج احب اقول لك فتشي، ابن عمك دي يخفي موضوع وحتى السيد المدير انتبه لهذا الشيء. شلون جناب المعاون؟ اجوبته كلش مختصره وما مقنعه، وخصوصا لما نسال على هذا المدعو هديرس، ومن تحقيقاتنا عرفنا انه قاعد ببيته. تشاو لو قاعد ببيته، بيوت شنقال يا جناب المعاون ملفل الكل، واحنا اللي ضيفنا ما نساله انت مجرم يولا حرام يولا عدة طلاب ويانا يولا. جناب المعاون اهلنا علمونا احنا نثق بالكل على ما يطلع لنا العكس. دشي دشي وروح ابوي، اذا تحركت منا الا اكسر مفاصلك تكسر. والله يا ما ادري بيك بني خالتك يا قتلتك. شلون ولش؟ لا هيك ما قلت شيء. ها شو جبتها؟ شنو ولش؟ مسودنا وافتر بالسلف وجابوني. الغاوي قل لي بنت خالتك خدت كل لسانها. جوية بس اشعاد ترى مللتيني، ولت شلون تهدين على النقطة؟ تردين تورطيني؟
صدق يا جوية، أنا لو ما مغافلتني ما أرضى تسوين اللي سويتي. دار التهم علي. غلط غلط يا جوية، هذا اللي سويتي غلط. إيش يقولون علينا الوادين؟ خالي جاوع ليوي. طيب هسه احنا مو زين، سلمنا على جوية واخوتك وروح ابوي، لقينا شلتاخ وعيونه واصله لذانه، ولو ما ضمت خلف الله عليه كان حتى احنا وقفنا. الدور عليوي تعصب علي، كان شل الغرض. شلون شل الغرض؟ كان مش متخالتك راسقية، ترى كلش مصطختيها. امشينا عمه امشينا راضي خالتي. اقول لك شو ما اخذت راحتن كلش، ومشينا عمه راضي جوية، ولا شلنا البيت بيتي. اقول لك ها، انت مو بنيتي لي دكان تقرعين راسي، انت لو بنيت لي بيت شا سويتي؟ خاف شو دمعي لعني. اخ يا ابوي اخ ظهري اخ ظهري ابوي شا غابل نعوفه بن عمتنا مسجون. ولك شا شون تطلعونا بالقوه وانه بتفشلون ويا من والعريف شلته. موش عريف هاولك، نزلوه بالعريف لجرطي. ولك صدق شو انا ما شفت خيوطه، حتى لو حتى لو ولك ذولا شرطة تعرفوش المعناته شرطة. أخي أبوي عم عزيب بلاكت كل الصوتش. شوف الله أبويا أبوي وقفوا إطاق العقب، خل نسمع العوش يقول. إيه صدق بالله، شلون بالله هاي كلها صوتشي؟ يعني من حيث التمام راويهم العين الحمراء. ها قل أبويا شلون تريدني أصبغ عيوني حمر؟ لا لا، كان انت تطق بس بالعقل. كان بيش تريد يطقنا ببسطال؟ كان هي اللي بالطق الابو المضبوط. اي بالله خل نشوف الابو المضبوط شي يسوي. شون شي يسوي الابو المضبوط؟ من نظرة عين وحده يخلص اولاده خلص، وما يخليهم يتحركون منا لهنا. وروحهم صدق وعيون ابوي بيه النذره. شاوه شلون كان خاسم امت عيني وهسه خاسم امك سمويته؟ او دورات لو زاد الطق ينقلب الضد. اي صدق، وجلدنا يتدبق ونقوم ما نحس بالطق. وانا هسه ما حسن طقه العقاب، ودورات اقول لو يطقني بشوميه حتى حسن. فالنذره يا عمي خير من العقاب. ها بالله وشلون هاي النذره؟ سهله شلون هيك. شو بويا بالله انذر لي نذره. انذرك؟ اي انا اخوك بويا، نذرتك بالف عقاب. ها لا صدق ودعتك بويا. شو بدير خلي بويا ينذر لك نذره. ها بدري ايش حسيت؟ كانها بزه تبره. شو بالله بويا وحيد خلنا طقك بنذره. شوف عمي أثرت كلش. بويا وحيد أنا أشكرك على نصايحك، لكن أنا زلمة أحب التغاليد، وتغاليدنا تقول لو ردت الطق طق بعقالك. خوش عمي نذراتك حلوة، أنت الآخر عمي نذراتك حلوة، عمي نذراتك حلوة. أخوي يماي ولد يماي يماي يعلمنا ابو نذرة. ولك ذولا تفيد بيهم نذرة، هسه لو احسنتهم ما يصير بيهم شيء. عديب ترى انت كلش طوخت حوي يا ابني. انا غنقول هذا يتيم. احنا هم يتامى، شو متولينا طق وما تحامينا. من حاملكم وقالوا اولادي انا تجازى وياهم. امشي يما صب لك عينيك. امشي يما امشي اشوف ودياوي علمك النذرات. تولي ابو نذرة نذرة كان عيالي غدينا ابوي. والله انا من غيرهم يا هاي دماني يا دماني. شو هالسمية جبتهم بكم؟ موجودة. ها؟ شو 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 شنو هويلك؟ بيت خار الغيوي. شنو قصدك؟ والله شنو قصدك من الحكي؟ ابوي كانها امي نومية لا بعد احلى منها وهي خالتي. هم تدق سويكه وهم احنا نرتاح. اي بس انا استحي مستحي. استحي يا ابويا، انت طبق المثل اللي يقول ان شنت لا تستحي فافعل ما تشاء. ما ظننا انا شنو هي تلك ابو انا تسوي شنو
خاله شاتي موز قلتي انا اهلي كلهم قضاو يا شو هالستي عود قلت علي جايه كبتي اولي علي اي انا قلت اهلي قضاو اقصد اهلي يا اهلي الخلفاني الا شوفوا يا وروحوا مجنومي انا يا صحيت ما يظل حياوي وحياوية إذا ما بزعلي شلون الدور لو صحت هلا نجحا هلا 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 بس كنت جوية بس شاري سمع الشي يقول انفشخينج هاي هاي باباي باباي هلا وهلا الدور تردوني تفشخوني دفنكم دخل هسه وحيد منكم ويمدد علي وروح ابوي اهل العيل يلعبون ذيك الفلك وخليهم يدقون الدسيم دق خب والله بلاتينا بهل الحي ايش مالهم اهل الدسيم غاصرين هذا اهل الدسيم يا اهل الحكم بالعرب هاي كلها هم انا قتل غاقة شات وقف على لساني انا ببيتي واحكي بكيفي عرفتي يا ولاله شوفي انت ولت الغاقه متحالفه يا وشان شوف انا ايش اسوي لك ما خاف يا شيخ لا خاف شوفي ولد خايف انا متحالفه لك وروح ابوي انا كفك اقطع جد قطع اي خلي بيت نيشان الا خلي اهل الدسيم يا اهلي شوفك يقول هذا نيشان شوف يا يا شوف انا شوف انا شلون السبه يا سبت ابوي لا 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 شوف السبه ما عندك الفكره ابو الغلط بس شو جوية ما سبت البت ما سبت الغراوي سكت مرتك يلا يا جوية قوموا وياي قوموا ما اريد انا اروح على اهلي يا جاتي زعلتي يا جوية طيبي راسك احب الناس يلا يلا ما اريد انا اروح على اهلي يا صدق تهجين جاي خايبة شكرا لك منين منين نعم جوية بلد من يوم يشهد اليوم وحيا قبل وحيا ردين من ذاك هاي 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 تلعب روح زبوينة بتجناقة والغاكة مع مبيع بلد وانت مبريد عليوي انا عم اروح على علي شلي تعالى رتك رتكامل الان تعمل ظهري انت جبني واحد من ده جبني واحد رد مجاني يا خالة غير خال الغاوي يحبك ويخاف عليك هلا ولي سمع الشيخ ويخاف علي يخاف من مرتي احا ولكم هم ردت علي الغاوي قالها تكب لسانها لا وحق روح ذاك ابوي اقوم ان قوليها قولي طلعي لعندك فنك تعتين حسه وابوي اكبت يا جوية 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 صينية قلت لي شلون اقتل روحي علوي المرأة العراقية على بساطتها وطيبتها وانوثتها جميلة بس وقت الضيق تنقلب مقاتلة ومو تهجم على النقطة شنو عليوي شنو انت نسيت نسانا شلون كان الهجمن على معسكرات الانجليز كتف ويا كتف ويا الزلي هالت هلهي ذي كانت عبي عتاد وذي كانت هوس والله يا اخويا حكى كله صدق بس الا جوي يا اخي انت ما تقول ليش متحامي على هاي المراه قنابل شنو سيد امر جايبين قنابل وياهم ويردون يفجرون النقطه على روسنا وروس الخلفونه سيدي لا قنابل ولا شيء اهل الموقوف جايين يتوسلونه ويترجونه حتى نطلق صراحه بس شو اسوي الشلتاغ الشرطي سواها كولب شرطي خمشعل تعال يا شلتاغ اذا ما تقعد راحه الوق لك بمكان اخذ بيدك الدم على الدسم الزعبة سيدي الزعبة على كيفك ويا هلا شاشني يا معاون اللي يجي ويرد يغني شنانة حيث السيد تابع بعثموني وغلطة مني بلا حاجة زايد امشي صحلي عليوي سيدي ضمد ليش ما قلت لي عليوي يصير ابن عم الشيخ عجاج سيدي لبالي عرفته شو هو غير من ارتشنقال ايش ما ادريني انا عبارة ديسيام كله من ارتشنقال اقول لك عمك وين اخذ ولاده ومشى ما اعرف يا ايما بس شني من بعد الشتايم والطيق انا شفتهم قاعدين يتبسبسون ويتمضحكون لا صدق روح جدي بس شني يا ايما انا من نتقرب عليهم يسكتون ابعد عنهم يتبسبسون اقرب عليهم يسكتون ابعد عنهم يتبسبسون شنو وما سمعتهم على شن هي يحجون اقل يتبسبسون يا ايما كان اذان فرس
كان قلبي قام يلعب. من شني؟ ما طولي تبسبسون، السالفة بيها ما راح. اي تبسبسون، ده كاف من اللي بعد يا ترف بس. ومن اللي بذنك على الهجران؟ بس. كنت تركض تجيني لو صحت بس. شجاك اش غيرك تالي علي؟ اخ من كان النسوان، تلكفن هذا وين كانت؟ قالت راس قية بس ما صدقت. اظن عذيب صدق ناوى على جوية. شي؟ بلاكت الا جايز من روحه. ابوي انا اليوم جبتكم للقهوة حتى نحكي براحتنا. بوي انت اخذ راحتك بالحكي، واحنا خلنا ناخذ راحتنا بالاكل. شلون بس انا احكي؟ احنا ناكل وتحكي، سولف براحتك. ابوي اقول ان انتم مالين ايديكم من جوية. انا امرها وهي تنفذ. عافية بابني عافية. انا هاي السالفة ما كانت على بالي، لكن اليوم من شفتكم تبكون على امكم كسرتوا خاطري. ويا لا تبكينا وياك، شنو رايك نعوف الكباب؟ لا ابو يكدو، هنو مري. اقول شنو رايكم احكي ويا خالكم الغيوي؟ صاحب كيف خال الغيوي؟ شايف كيف من؟ كيف نحن؟ ليه؟ شنو ولك تحكي وانا اخوك الكبير قاعد؟ شغل ابوي كبيرنا هو قاعد؟ ولك هسه ابوك اعتبره زلمه غريب ورايد مني مره. هي اصول يو لعب. بويا بدير خلي اخوك الكبير يحكي. اي بويا هلال انت شنو رايك؟ بويا بالزواج الشغله مختلفه. انت جاي ورايد مني مره، انا ما عندي مانع. لكن شنو الاصول؟ اصول لازم ننشد عليك. شلون ولك؟ شغال اصول الزواج تقول هيك؟ لازم نسعى على الزلمه نعرف فصله اخلاقه زينه مش زينه، اي غاشي يو لا. لازم نعرف عنه كل شيء ابويا، حتى نسال عنه بخيل جيبه موشله. حيح متزوج؟ لا ايش كثر عنده خلفه؟ خلف ما مخلف صحيح. ابويا انا ابوكم وذني تعرفون كلهن. صحيح ليه؟ ترى ابونا مش غريب. والله هلا بك بي هلا بك. يلا تعال. ولك بدير؟ انت تعرفه؟ عارفه. بضمانتك؟ برقبتي. خوش هاي هم قلنا عرفناها اذا. شاغير نعرف اشياك هاش كثر، غايبها حاضرها هاش كثر، حصتنا هاش كثر. ماشي علي الوادم بالسلف انا اسوي. ابو هلال شنو لك؟ ويش احنا كل شوية نعايدين هيلك، هسه انت تعتبر نفسك غريب وجاي رايد مني مرة، وانا يا ابو هلال راح اعطيك مرة ما مش منها بالمصرفية كلها. صحيح، وراح اصير ام لاولادك. شو تريد بعد؟ ابو هلال احنا بعدنا جوعانين. وانا حاضر. ام عليوي، يا ام عليوي، وياي خطار اليوم. يا هلا وكثير الهلا بالاستاذ سهيل وبالمهلي، زارتنا البركه. انت البركه والخير عليوي. تفضل اشوف انك تستحي. شو القضيه بيتك هذا؟ يعني الاستاذ سهيل لا تستحي، بيت عليوي حلو، كل الوادم تجي بيه تاكل وتشرب وتنام. والله والنعم منك. الله ينعم عليك بالدنيا والاخره. شو القضيه؟ شو لا امي ولا اهلي وبس، لا مشى ولا النقطه. هاي سويت لا والغسمة. خايبة شمالك، ما تقول لي اللي شمالك مقومتني من يم جوية على شنهي؟ شنهي تريد تروح البيت عليوي وتعوفني وحدي وياها؟ جا غير سمعنا عليه وطلع ولازم اروح اشوفه. اخذني وياك. وين اخذك وياي؟ ما تقول لي وين؟ وانت من ساعة تدهربين بهالحكي هذا اللي وجع على ام عليوي او وردة، وهسه تردين ترحيهم؟ شا بس اظل وياها او روح ابوي تقتلني. شا يا تاخذها وياك يا تاخذني. وين اخذها؟ البيت عليه والمتحامي عليها. شا اخذني وياك البيت عذيب، اقعد يم سماشه على المعترض. امري لله عمي، امشي. الغاوي يا الغاوي. ها هنا هنا، تعاي. اقول لك خويه شنو هالسالفه؟ شو اشوف انك جرتك مرايتك وجابتك للحجره وتبسبسون القضيه مش خاليه.
ها لا هيش ما مشي. اي انا ماشي البيت عليوي خوش. ورازغيه اخذها بدرب واسقطها. شنو هي عم وصلها البيت عذيب لا والبلوه يا اخويا. وانا شنو هي تخلوني وحدي؟ ها ها شنو تخافين يا خايبه انت؟ شمالك وليك ولا جيتي عليش ما تسكتين وتخليني يرحم بحالك؟ ولا تيال مفخم وشك وقايل لك احكي. لا لا علي من ما بي حيل خايبة حتى قلت الغاوي. ما الغاوي كيف متخالك وشيك اغلي الخاطر.